مواجهة السنغال، الكلام أبدا مش على بس الاختيارات أو الأسماء اللي هتلعب المباراة أو طريقة اللعب اللي ها يعني يختارها مستر كارلوس كيروش لمواجهة السنغال في القاهرة، مباراة لا تقبل القسم على اثنين، نحتاج مكسب ونتمنى يكون مريح، ونحتاج أكتر أنه السنغال ما تسجلش. دي شروط كده المواجهة الأولى، بعد ما نخلصها نبقى نفكر بقى في المواجهة الثانية. وعلى كل الأحوال كابتن ضياء السيد طبعا المدرب العام للمنتخب اتكلم، خلينا نشوف كابتن ضياء قال إيه ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة. أولا يا جماعة أنا برحب بيكم جدا جدا كلكم يعني، و عايز نطمن الناس ونطمن الجمهور ان كل لاعبتنا وكلنا وكل البلد في حاله تركيز شديده جدا جدا عشان المباراه. بعتقد انه لاعبتنا واثقه في نفسها وعارفه قد ايه حلم المصريين بالوصول لكاس العالم، وقد ايه هم ان شاء الله مصممين يلعبوا كره كويسه ويوصلوا ان شاء الله لكاس العالم. الشغل شغالين في معسكرنا في تركيز كامل في تحفيز بعد النقله اللي عملوها في بطوله افريقيا، وانتوا حسيتوا بيها وكل الناس حست بيها ورد فعلها كان كويس. في تركيز شديد ان احنا ان شاء الله نأدي مباراه ترضي جمهورنا وترضي كل الشعب المصري ونوصل ان شاء الله لكاس العالم باذن الله. كم لا دي اسئله صعبه تقولها ما تقولها ليش انا صعبه، ما فيش مدرب فريق يتكلم. انا احنا بنوعد ان احنا روحنا تبقى قتاليه، ان ادائنا يبقى قوي، الهدف كبير جدا طبعا. السنغال فريق قوي وفريق كبير وعنده نفس الهدف، ان شاء الله تكون من نصيبنا الوصول لكاس العالم. كابتن ضياء مساله حضور جمهور كبير لماتش السنغال ان شاء الله يوم الجمعه، انت ده شفت دي حاجة كبيرة جدا بنشكر عليها كل المسؤولين، لأن المسؤولين حاسين بنبض الناس وحاسين قد إيه الجمهور يفرق مع اللعيبة، قد إيه اللعيبة مبسوطة إن هيكون في جمهور كبير جدا يملى الإستاد، وإن شاء الله إن إحنا ما نخذلهمش ونطلع بنتيجة إيجابية بإذن الله. مفيش كلام على الاختيارات، احنا بنتكلم دلوقتي على الـ ان كلنا لازم نبقى كويسين. صلاح كويس وحالته كويسه جدا وان شاء الله يلعب ويسجل باذن الله. شكرا. مش وقته الكلام ان انا اتكلم فيه في المعيار دلوقتي، لان احنا الفرقه دي المختاره كلنا بنثق فيها، وبعتقد انه كلكم لازم تثقوا فيها وتدعموها عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا واللي جاي يبقى احسن باذن الله. شكرا.